الرحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه. الله عز وجل akan memasukkan tiga orang ke dalam surga lantaran satu anak panah. Orang yang saat membuatkannya mengharapkan kebaikan, orang yang menyiapkannya di jalan Allah, serta orang yang memanahkannya di jalan Allah. Beliau bersabda, berlatihlah memanah dan berkuda. Dan jika kalian memilih memanah, maka hal itu lebih baik daripada berkuda. صلاة ربي مع سلامي على
الخلق وأحلاها.